الهلال السعودي في هذه الليلة الكبيرة والأمس. نرحب بحضراتكم في هذا النقل الحي والمباشر كبيرة لقاء الإياب أمام أوراوا في نهاية. ومع العلم أيضا أنهم قبل تقريبا شهر أو أكثر لعبوا في مكياب من عبور الوداد والوصول إلى نصف نهائي المونديال وصيلا في كوريا واليابان عام 2020. الملعب الذي يتسع لقرابة يلعب الفريقان المباراة النهائية في دوري أبطالات. وفي هذه الأمسية أوراوا يحشد جماهيره وطاقته وكل مكاسولي على الكأس الغالية، الكأس التي فاز فيها الهلاليين 4 مرات، 8 بطولات آسيوية، منظر رائع بصراحة في الزعيم للتتويج الفريق اليابي هذه البطولة. كل الأمنيات بالتوفيق لممثل الوطن لزعيم آسيا وكلاعب الزوفي وزانشينغ وحكم الفار فون أدهم مخادمة من الأردن. قائد الفريق سلمان الفرج، ياسر الشهراني، سالم الدوسري، متعب الفرج، عبد الله معهم. بعد ذلك بدوري أبطال آسيا مثل ما كان المشهد الهلالي في السنوات القليلة الماضية ليخوض هنا بألوانه المعروفة الأزرق الهلالي المعروف. البداية للفريق الياباني باندفاع هجومي مبكر لكن لم تترجم الكرة من ميشيل، عرضية خطيرة وفرصة لكن الحارس يتدخل. إيغالو بكرة، إيغالو بكرة، إيغالو ميشيل الحمدان. وبعد ذلك الدفاع، الكرة فيها تدخل وبعد ذلك صافرة. هدية في هذا اليوم، بطولة أخرى ولقب جديد. هذه عودة بعد ذلك لياندري كاريو بكرة عرضية لكنها مرة. الفريق الياباني يحمل الصعود على جهة اليسار بكرة أمامية بعيدة عن الكل، عند كيبليه تركها لمعيوف، عبد الله طويلة بحث عن الثغرة على التمريرة، البريك للحمدان واحدة 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 للحمدان لكن التغطية خطيرة وكرة العودة لي شوفها مرة أخرى في هذه الكرة الخطيرة جدا لمصلحة الحمدان. وفي الأخير فيها ركل، فيها سعي من اليسار، البريك تبوية حلوة 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 حلوة، عرضية على اليمين لميشيل وميشيل بكرة على كنو وعلى إيغالو أمام التغطية وكاريو وميشيل عدى بكرة وتسديدة يا إيغالو كنو. ميشيل يحاول المرور لعطيه بكرة عرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل. لا تترجم بعد ذلك إلى هدف، حلوة يا ميشيل لكن حارس المرمى تألق في بعدها، تألق في بعدها. بعد ذلك نيشيكا لمسة إلى كاريو يلعب كرة عرضية أخرى وفرصة لمصلحة الفريق الياباني عن طريق القائد ساكاي. بينية لكروكي مع جاك، مع جاك خطيرة لمصلحة الفريق الياباني. سعود في التغطية، تمريرة حلوة برافو لمصلحة أتسوكي. محاولة مرور من جانب ساكاي، عرضية خطيرة في المباراة الذهاب. الآن الفرصة الأخطر كانت لكوروكي ولكنها أيضا الحمد لله عدت بسلام، عدت بسلام. اللي خطف كورة وهدف الهدف الأول في النهائي طويلة خطيرة وسعود بكرة، وسعود بكرة وفرصة تصل عند الطيف في تسديدة تمويل. محاولة تسديد إلى كنو قوية لكنها خطف كورة. لمسة وتمريرة لمصلحة فريق أوراوا أمامية سهلة عندك يا معيوف، حلوة باتجاه كاريو، البحث عن التمريرة، تسديدة كاريو قوية من كاريو وصدها يسار وصدها في كل مكان لكن الهلال خطيرة. مرتدة كروكي بدأ أنه متسلل، لمسة أمامية خطيرة سعود معاه وفرصة يابانية وبعيدة بكرة طويلة داخل منطقة نحو القائم الأول لكنها في يد حارس المرمى، سهلة في يد الحارس نيشيكاوا اللي صد العديد من الكرات للفريق الشهري اللي ممكن ان يكون خياره. محاوله في القائم الثاني خطيره بالراس بصراحه حتى الان اذا استمرت الامور على حالها. طويل الكره فيها تسلل ام لا، انه في كان في شك بوجود تسلل على ما يبدو لكن الهدف تم احتسابه الى الهدف من خلالها يصل الى الهدف. لا يوجد تسلل اطلاقا في هذه اللقطه على 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 كوروكي ولا في اللقطه الثانيه. كارين بالغلط من كاريو وبعد ذلك لمصلحة أوراوا. أوراوا بالحظ بين البليهي والمعيوف في مباراة العودة. كاريو يضع الكرة في مرمى بالخطأ، مرمى بشكل جيد. على كل حال خطأ لمصلحة الكرات الثابتة، الكرة الطويلة البعيدة عن انه تلعب كرة نحو القائم الثاني وتحضير من الخلف لكن لم يكن هنالك اي لاعب ياباني، فقط طويلة خطيرة خلف المدافعين الى ساكاي. يابانية تمريرة برافو جينغ
إبراهيم على أمل الوصول إلى التعادل بهذه الرأسية بالرأس. الشيري تركب ميشيل تبريرة ويقالوا التسديدة، ولكن كانتي مع هايدر أكثر مدافعين لي خطيرة لمصاعتي وراوة بعيدة وضعت. هل هي إشارة إلى شيء ما؟ إن شاء الله يكون إشارة لعودة هلالية. أكثر من فرصة على اليسار ميشيل، عدى ميشيل بكرة عرضية خطيرة يا كبيرة من ميشيل، ولكنها مرت تتهادى أمام إيغالو وأمام كاريو وأمام سعود عبد الحميد، أمام كل هؤلاء اللاعبين دون أن يتمكن أي لاعب من اليمين. كاريو يبحث عن كرة عرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل. وليامي مر، وليامي تمريرة، وليامي عرضية وفرصة وكرة لمصاعة فريق أوراوا على حدود منطقة الجزاء من أجل تسديد كرة. اللقاء أوراوا هدف. ميشيل مرة ميشيل مرة ميشيل تسديدة لكنها بعيدة بعيدة من فضل التسديد، لكن كرة جاءت بعيدة من جانب ميشيل وفي الأخير تحولت إلى وجود يتساب. كاريو داخل منطقة تحضير بالرأس كرة وعيد لا يضيع قالوا، لكنها اختارت نيشيكاوا اللي صد الكرة في اللحظة الأخيرة. يندب حظ دياز على تجعل الحكم مطالب أيضا بإضافة مزيد من الدقائق في أحداث هذا اللقاء. يطلق الحكم صافرة لينهي أحداث هذه المباراة النهائية بفوز أوراوا الياباني على الهلال في النهائي. بصراحة في الهدفين اللي سجلت لمصاعة أوراوا، الهدف الأول اللي كان بالخطأ من الدفاع في الرياض، والهدف الثاني اللي كان من كاريو في مرمى، لكن هذه كرة القدم. طبعا مبروك لفريق أوراوا، واردك للزعيم، إن شاء الله الجاي يكون أفضل لي